دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، ونتابع أيضا أهم المباريات اللي هتتلعب في إطار الدوري الإنجليزي والدوري الألماني لكرة القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيعود 16 قطار للقيام والوصول من محطة مصر بالقاهرة بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة، وده تزامناً مع الانتهاء من تطوير برج الشمال بمحطة القاهرة ضمن خطة تطوير منظومة الإشارات الجديدة، واللي بتعد جزء من خطة التطوير الشاملة لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة عن قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع الخطبة. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع المباراة الافتتاحية للجولة الثالثة اللي هتجمع بين تشيلسي ولوتون تاون الساعة 10 بالليل. النهاردة العشاء الدوري الألماني موعدهم مع المباراة الافتتاحية للجولة الثانية اللي هتجمع بين لايبزيج مع شتوتغارت الساعة 9 بالليل.